جمر له بأذقت حره الحرى وسقر معضلة جرعته القهرى وليث معمعة أنزلته القبرى. ليس شاعرا في العهد العباسي وليس روائي من القرن العشرين، إنه ببساطة ابن بلدية الكراكدة بولاية البيض باللخذر عبد الرحمن. كتابته للشعر النبطي والفصيح وللقصص القصيرة جعله أديب زمانه. في ظل هذا العصر الذي اندثرت فيه اللغة ودفنت معانيها البراقة الجميلة تحت النواثل والتراب، لكتابتي للشعر هنا أريد أن أعالج بدن اللغة العربية، لا أحاول من خلال كتاباتي وقصائدي أن أعالج هذه المواضيع. بزوغ موهبته منذ الطور المتوسط وتدوينه لأول الأبيات مكنه من الإبحار في هذا العالم من خلال دفتر أشعاره الذي يحمله معه أينما حل وارتحل. سلمت يا أرضا على العزم اتخذت، فلا هنت لخصم ولا جدت على حزم. انتقاله إلى الطور الثانوي واكتمال قمر موهبته بتشجيع ومساندة من مشرفه التربوي خالد، حيث أتم ديوانه الخامس وليعبر بمخيلته من الجزائر إلى الخليج بإتقانه وكتابته للشعر الشيلات المنتشر في بلدان الخليج العربية. توخى يا رفيقي تلين من السماحة، بني جنسك تصير بموايدهم وليمة، وداوي بالصوار مرضهم بالجراحة، وصير الكل واحد مشاكله وجحيمة. اليوم الشاعر عبد الرحمن يطمح بأن يتحصل على شهادة البكالوريا وينتقل إلى معهد العلوم الإنسانية ليتخصص الفلسفة بوصية من والده، بينما وصيته للسلطات تمثلت في مساعدته ودعمه. يعني أريد من السلطات شيء واحد، الآن أنا يعني أتممت الديوان الخامس من الشعر، الديوان الخامس يعني، ولم أجد إمكانيات لتصديره أو لإرساله إلى دار النشر، لذلك أطالب السلطات المحلية بأن تساعدني وتدعمني على تخطي هذه المحنة وهذه العقبة، لذلك أريد أن يعني يدعموني ماليا وماديا لتصدير هذه الدواوين الخمسة أو على الأقل إحداها. الوصية وصلت إلى والي ولاية البيض، وحرصا منه على دعم المواهب الشابة خصوصا وموهبة عبد الرحمن عموما، حث الكاتب البيضي القدير عبد القادر بوتاجين بمرافقته وتأطيره وبعث أعماله إلى دار النشر وتكفل الدولة بمصاريف الطبعة حتى يبرز صيته ضمن رواد الأدب وطنيا. أنا شاب صغير في بلدية كراكدة، نابغة والسن نتاعو مازالو صغير، تلميذ ويقول ويكتب، يكتب الشعر ويكتب النثر ويكتب كل شيء، ويحتاج تعطير أدبية من توجيه تعطير تكفل مرافقة، مادام أنتم ما عندكم القدرة باش تخدم تلفوه أنا راح نقول له ديروه باتصال معك وبعثوا لدار النشر هذيك وحنا نتكفلوا في المصاريف باش على الاقل نشجعوه هذاك باش يطبع المنتوج نتاعو هو خارج من البلديه تاع الكراكده، واللي لازم يبرز ما يبقاش معزول.